ايها السادة الاعزاء، اسمحوا لي ان انتقل بحضراتكم الان نقلة سريعة الى مدينة البصرة بدولة العراق. فالى هناك نحن الان في مدينة البصرة. العارف بالله ابو اليزيد البسطامي نائم ذات ليلة فسمع في المنام بعد صلاة الفجر هاتفا ينادي عليه ويقول له: يا ابا اليزيد، ان الليلة هي عيد النصارى، فتوضأ واذهب اليهم في ديرهم وسوف تجد من حكمة الله عجبا. فتوضأ ابو اليزيد ودخل دير النصارى في مدينة البصرة، ولما قام ابوهم ليلقي الكلمة عليهم قال لهم: انا لا استطيع ان اتحدث، وبينما رجل محمدي دخل الدير علينا. فقالوا له: يا ابانا، وما ادراك انه محمدي؟ فقال لهم: ان اصحاب محمد سيماهم في وجوههم من اثر السجود. فلما اشار الى ابي اليزيد وقال له: اخرج، قال ابو اليزيد: والله لا اخرج حتى يحكم الله بيني وبينكم، وهو خير الحاكمين. فقال ابوهم: سنوجه اليك اسئلة، ان اجبتنا عنها امنا بنبيك، وان عجزت عن سؤال واحد لن تخرج الا محمولا على اكتافنا قتيلا. فقال ابو اليزيد: سل ما شئت. فقال البابا: ما هو الواحد الذي لا ثاني له، وما هما الاثنان اللذان لا ثالث لهما، وما هي الثلاثة التي لا رابعة لها، وما الأربعة التي لا خامسة لها، وما الخمسة التي لا سادسة لها، وما الستة التي لا سابعة لها، وما السبعة التي لا ثامنة لها، وما الثمانية التي لا تاسعة لها، وما التسعة التي لا عاشرة لها، وما هي العشرة التي تقبل الزيادة، ومن هم الأحد عشر أخا، وما هي المعجزة المكونة من اثنتا التي أخبر أحد أفرادها بأنهم ثلاثة عشر، وما هي الأربعة عشر شيئا التي كلمت الله، وما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه، وما هو القبر الذي مشى بصاحبه، وما هو الشيء الذي خلقه الله واستعظمه، وما هو الشيء الذي خلقه الله واستنكره، وما هي الاشياء التي خلقت من غير اب ولا ام، ثم ما هي الثاريات ذروة والحاملات وقرا والجاريات يسرا والمقسمات امرا، وما هي الشجرة المكونة من 12 غصنا، في كل غصن 30 ورقة، في كل ورقة 5 ثمرات، 3 في الظل و2 في الشمس. اجب يا ابا اليزيد. وقام ابو اليزيد وقد القى الله برد السكينة في قلبه، فقال له: اما الواحد الذي لا ثاني له فقل هو الله احد، واما الاثنان اللذان لا ثالث لهما فهما الليل والنهار. وجعلنا الليل والنهار آيتين. واما الثلاثة التي لا رابع لها فاعذار موسى عليه السلام للخضر رضي الله عنه: اذا ركب في السفينة غرقها، اذا لقي غلاما فقتله، اذا اتي اهل قرية استطعم اهلها. قال: هذا فراق بيني وبينك.
الأربعة التي لا خامس لها هي التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. الخمسة التي لا سادس لها خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. الستة التي لا سابع لها ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. قال له القسيس فلماذا؟ قال في آخر الآية وما مسنا من لغوب. فقال أبو اليزيد لأن اليهود قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم أصابه التعب فاستراح يوم السبت. فقال لهم الله وما مسنا من لغوب، يعني ما تعبنا حتى نستريح. أما السبعة التي لا ثامن لها الذي خلق سبع سماوات طباقا. الثمانية التي لا تاسع لها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. التسعة التي لا عاشر لها هي معجزات موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال له البابا اذكرها، قال له اليد والعصا والطمس والسنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ما العشرة التي تقبل الزيادة؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. من هم الأحد عشر أخا؟ إني رأيت أحد عشر كوكبا إخوة يوسف. ما المعجزة المكونة من اثني عشر شيئا؟ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. ما هي الأسرة الثلاثة عشر؟ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فأحد عشر أخا وشمسا وقمرا أي أبا وأما، هؤلاء ثلاثة عشر. ما الأربعة عشر شيئا التي كلمت الله؟ قال له السماوات السبع والأرضون السبع فقضاهن سبع سماوات في يومين. ثم قال الله للسماوات السبع والأرضين السبع ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ما هو القبر الذي صار بصاحبه؟ يونس فالتقمه الحوت وهو مليم. ما هو الشيء الذي تنفس وراوح فيه؟ والصبح اذا تنفس. ما الشيء الذي خلقه الله واستعظمه؟ كيد النساء ان كيدكن عظيم. ما الشيء الذي خلقه الله واستنكره؟ صوت الحمار ان انكر الاصوات لصوت الحمير. ما الاشياء الذين خلقها الله من غير اب ولا ام؟ ادم عليه السلام والملائكة الكرام وكبش اسماعيل وناقة صالح. من هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة؟ اخوة يوسف. جاءوا اباهم عشاء يبكون وقالوا لابيهم اكله الذئب، ومع ذلك قال لهم يوسف يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. من الذين صدقوا ودخلوا النار؟ قال له اقرا قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال له ما هي الشجرة المكونة من اثني عشر غصنا في كل غصن ثلاثون ورقة في كل ورقة خمس ثمرات؟ وقبل ان يجيب على هذا السؤال قال له اجيبك على الذاريات ضروا وهي الرياح والحاملات وقرا وهي السحب التي تحمل الامطار والجاريات يسرا وهي السفن التي تجري على سطح البحر. المقسمات امرا وهم الملائكة الذين امرهم الله بتقسيم الارزاق
والحسنات والسيئات وكتابتها. اما هذه الشجرة فهي السنة فيها 12 غصنا، اي 12 شهرا، في كل غصن 30 ورقة، اي 30 يوما، في كل ورقة 5 ثمرات، اي 5 صلوات، 3 في الظل المغرب والعشاء والفجر، واثنان في الشمس الظهر والعصر. ثم قال ابو اليزيد للبابا: اني سائلك سؤالا واحدا فاجبني عليه. قال له: سل يا ابا اليزيد. قال له: ما هو مفتاح الجنة؟ فوقف البابا صامتا فقال الجالسون: تسأله كل هذه الاسئلة فيجيبك، ويسألك سؤالا واحدا فتعجز عن الإجابة؟ فقال لهم: والله إني أعلم الإجابة تمام الحل، ولكني أخاف منكم. قالوا له: قل ولا تخف ونحن وراك. فوقف البابا وقال: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. محمد رسول الله. فقال الجميع وراه: لا اله الا الله محمد رسول الله. فقاموا على الدور فحولوه الى مسجد يعبد فيه الواحد الديان.